بصي يا ماما، اللي بيحصل ده مش مريحني خالص. اول حاجه تيا بقت متعلقه بعبد الله جامد قوي، تاني حاجه عبد الله بقى بني ادم تاني اتبدل. واخده بالي وعارفه وحاسه كده ان احنا داخلين على فتره هتبقى صعبه قوي. هو انت بتقولي كده ليه؟ هو انت حسب حاجه متوقعه حاجه في حاجه في دماغك؟ بص يا حبيبتي، اللي انا متوقعاه يعني ان عبد الله حتى لو الذاكره ما رجعتلوش اهو ممكن يعرف انه طلقك، وساعتها وارد قوي انه يبقى عايز يرجعك ويطلب انه يرجعك ويصمم على ده. يصمم على ايه يا ماما؟ انت عارفه عبد الله هو اللي سايبني، ها؟ انت عارفه كده. وبعدين انا حبيت واحد تاني وطلع البني ادم ده كويس، اللي هيخليني افكر في عبد الله تاني؟ بنتك تيا، ماما هو انتي بتحاولي تقنعيني بايه؟ قولي لي يا غالية، هو انتي تقدري تضحي بسعادة بنتك عشان سعادتك انتي شخصيا؟ ماما انا ما بحبش عبد الله، انا بحب مراد. بعدين انا مش هحرمه من بنت. انتوا بتعملوا كده ليه؟ ولو انا متاكده يا غاليه ان بنتك هتبقى عايزه تعيش معاكي ومع ابوها يا حبيبتي. يعني ما بعتش حاجه في الاخر؟ اتضح ان البي مسح الفيديو من على الموبايل، ولما بعت لي فيديو تاني خالص لان الاولاني اتمسح. سلم شكله عجز. لا ولا عجز ولا حاجه، بس ما تقلقش مصيره هيقع. المهم قول لي اخبارك ايه مع ناريمان؟ والله ناريمان كل شويه بحال، يعني ساعات احس انها كويسه وساعات احس انها متغيره ومش مركزه. وهي دلوقتي ايه؟ دلوقتي بصراحه متغيره، وده مضايقني جدا. انا حتى كنت عايز اتكلم معاها النهارده، يعني عايز اقول لها ان انا استاهل ان انا اعيش حياه مستقره عن كده. حقك حقك طبعا، يعني انت راجل محترم ومخلص وبتحبها، هي المفروض تديك كل تفكيرها وقتها. بص هو انا مش بسخن، يعني انت عارف انت حبيبي واخويا، واتمنى ان انت تبقى عايش مبسوط. والله عارف، انا هتكلم معاها النهارده. دي غاليه. طب هسيبك اجيلك انا. ايوه غاليه، ازيك؟ طبعا يا ريت اشوفك. امتى؟ كفايه بقى يا مرنا، قومي كفايه. انتي بتعملي كده عشان تعرفي اللي انتي غاليه عندي، صح؟ ايوه انتي غاليه. انا مكنتش قصدي اضايقك، وبعدين انا عمري ما حبيت عبد الله، ولا عمري كنت قصدي اني اضايقك. طب قومي وانا هتغير، والله ما هضايقك تاني. قومي انتي وحشتيني. عاجبك كده؟ مش انتي عارفه ان انا لوحدي؟ طب ايه؟ عايزه تمشي وتسيبيني؟ طب بصي خلاص، انا هتغير ومش هعمل حاجه تضايقك تاني. امي عمرو طلع بيحبك، عبد الله مش فاكر حاجه، انا محتاجه لك. يبقى كمال التحويلات كلها انا عملتها،
انت لسه ليه؟ ايه المشكله يا جهاز؟ المشكله ان في بيننا مواعيد علشان الشغل يبدا. ياه، يعني هي واقفه على فلوس انا؟ اكيد. هو انت عندك مشكله في التمويل ولا حاجه؟ جهاد، اوعى تنسى انا كمال الورداني. ايه المشكله اللي هتبقى عندي في التمويل؟ امال ايه اللي مأخرك لغايه دلوقتي؟ وهتكون لسه بتفكر. يعني ايه لسه بفكر؟ يا جهاد انت عارف انا كلمتي زي السيف. وبعدين يا اخي احنا في بينا عقود، وعلى العموم الفلوس كده كده اتحطت. طب نرجع بقى للسؤال الاساسي، انت ايه اللي كان مأخرك وايه اللي مضايقك في سؤالي؟ اسمع يا جهاد، الفلوس كلها هتتحول النهارده. لما تقعد انت وقفت ليه؟ اسلوبك مش عاجبني يا اخي في الكلام. انا ما غلطتش على فكره، ولو على الاسلوب اللي مش عاجبك، انت من ساعه ما جيت وقعدت قدامي وانت قالب وشك وبتتكلم بطريقه حاده، انت اللي اسلوبك وطريقتك مش عاجبني. انا اقلب وشي زي ما انا عاوز يا اخي؟ افرض في حاجه مضايقاني. بقول لك ايه يا جاد بيه، لو اسلوبي مش عاجبك احنا على البر، نفضها سيره عن اذنك. مراد انت فين؟ في الشركه ولا بره؟ تعال لي على مكتبي حالا حالا. لا بس الحمد لله يا عبد الله، النهارده احسن كتير. لا الحمد لله، انا كنت فين؟ انا حاسس اني بتحسن كل شويه. قول لي اخبار ميرنا ايه؟ ميرنا كويس الحمد لله، كويسه قوي. يعني فائت بتتكلموا؟ طبعا فائت. هي بس المشكله ان عندها كام كسر كده في جسمها فبيسبب لها الام جامده، فبضطر اديها مسكنات وعشان كده طول الوقت نايمه تقريبا. طب يعني انا اقدر اكلمها؟ طبعا طبعا، اول ما هتفوق هخليها تكلمك. طب قول لي بقى عامله ايه معاك؟ يا ترى قلبها رق؟ ايه ده؟ انت ازاي عرفت الموضوع ده؟ موضوع ايه؟ ازاي عرفت ان في بيني وبين ميرنا موضوع؟ بص يا عمرو، أنا مش هقدر أخبي عليك،